بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، سنة أول ثانوي، أقدم لكم تمرين فيما يخص عبارات جبرية وعبارات جبرية تحويلها إلى عبارات أخرى. إذا ننتبه مليح. برهن المساويات. المساويات الآتية: 2x زائد 1 على x زائد 1 يساوي 2 ناقص 1 على x زائد 1. ثانيا x مربع زائد x ناقص 1 على x زائد 2 يساوي x ناقص 1 زائد 1 على x زائد 2. ثالثا x ناقص 1 مكعب يساوي x مكعب ناقص 3x مربع زائد 3x ناقص 1. رابعا واحد على جذر تربيع x ناقص 1 ناقص 1 على جذر تربيع x زائد 1 يساوي 2 على x ناقص 1. إذا نبدأ أولا 2x زائد 1 على x زائد 1 لهنا في البسط نقدر نحولوه كيف نديرو. 2 مضروب في x زائد 1 ناقص 1 على كل مثال ننشروا هذه العبارة هذه تولي 2x زائد 2 ناقص 1 زائد 2 ناقص 1 هو 1 حولناها برك. من بعد نقدروا نكتبوا هذه العبارة هذه الكسر هذا بهذه الصفة هذه 2x زائد 1 على x زائد 1 ناقص 1 على x زائد. معناه لأن كما تشوفوا المقام راه مشترك نقدروا نكتبوا بهذه الصفة هذه بهذا الشكل هذا. واش نلاحظوا لهنا 2 مضروب في x زائد 1 على x زائد 1 لهنا نقدر نختزلو تولينا 2 وهنا تبقى هذه العبارة تبقى ما تغيرش. إذا حولنا هذه العبارة هذه هو كسر العبارة هذه حولناها إلى 2 ناقص 1 على x زائد. ثانيا x مربع زائد x ناقص 1 على x زائد 2 نقدر نحولها بهذه الصفة x مربع ناقص 4 زائد x زائد 3 هي نفس العبارة ما تغيرش لأن هنا عندنا x مربع هاي لهنا عندنا x هاي لهنا وعندنا ناقص 4 زائد 3 هي ناقص 1 لهنا درتنا لبه نستعمل المتطابقات الشهيرة x مربع ناقص 4 هي متطابقة هي متطابقة أ مربع ناقص ب مربع وهذه تمد أ ناقص ب مضروب في أ زائد ب لهنا هاكم نشوفو لهنا إكس مربع ناقص ربعة زائد إكس زائد 2 زائد 1 خرجت إكس زائد 2 بعد يكون اختزال هي نفس العبارة هاك تشوفو ما غيرت والو لهنا ناقص 4 زائد 2 هو ناقص 2 زائد 1 ثم ناقص 1 اذا لهنا x 2 ناقص 4 حولناها الى جدا عاملين على حسب متطابقه الشهيره. واش نزيدو لهنا مادام عندنا لهنا مقام مشترك نقدر نكتبها بهذه الصفه هذه الشكل هذا عندنا اختزال راكم تشوفوا اختزال لهنا ثاني اختزال لهنا اختزال لهنا تمدنا واحد لهنا اكس زائد 2 على اكس زائد 2 واحد. بعد عندنا اكس ناقص 2 هاي لهنا عندنا هذه يسمى واحد زائد واحد على اكس زائد 2 ناقص 2 زائد 1 هو ناقص 1 هاي العبارة هذه. إذا حولناها ثالثا x ناقص 1 مكعب هو نشر لها نقدر نكتبها بهذه الصفة بالشكل x ناقص 1 مضروب في x ناقص 1 مربع بدلنا هذه النتيجة. في الأخير رابعة واحد على جذر تربيع x ناقص 1 ناقص 1 على جذر تربيع x زائد 1 تبدلنا
لهنا نضربوه باه يكون عندنا لهنا نديرو توحيد المقامات. لهنا توحيد المقامات، هذه العبارة هذه نضربها بهذه، وهذه العبارة نضربها بهذه، باه يكون عندنا مقام مشترك. ها هو المقام المشترك، هو جذر إكس ناقص واحد مضروب في جذر إكس زائد واحد. ولهنا جذر إكس ناقص واحد مضروب في جذر إكس زائد واحد. لهنا راكم تشوفوا هذه العبارة هذه، ها هي أ ناقص ب مضروب في أ زائد ب، وهذه تمدلنا أ مربع ناقص ب مربع. أ مربع يسمى جذر تربيعي لإكس مربع، هو يمدلنا إكس أو إكس، ولهنا ناقص واحد ب مربع هو هذا واحد مربع يسمى واحد ناقص واحد. بعد نجمع عندنا إكس ناقص واحد هو المقام المشترك، نجمع هذو تولي جذر تربيع إكس زائد واحد ناقص جذر تربيع إكس زائد واحد، علاه؟ لأن ناقص في الناقص هو زائد. خلاص لهنا هنا دخلنا على عبارة، إذن بعد التبسيط توصلوا إلى 2 على x ناقص 1، وهذا المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله.